السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نديكم التورنيه. يلا غادي نمشي واحد السطر كوميرسيال، اول مره غادي نمشي ليه حتى انا غادي نكتشف معكم ان شاء الله. هنا وصلنا الباركينغ، غادي نشوفوا واش كاين شي بلاصه غنكاريو. فاش مزيان هنايا الباركين غراتوي، ما غاديش تخلصي فيه بحال الاغلبيه ديال الباركين كيكونوا هنايا، كتخلصي هنا تقدري ساعه ولا ساعتين وقت ما بغيتي على خاطرك. يلا نضربوا دويره.
هنا مع الاسف غادي نحبس التصوير لانه قال لي ممنوع انني نصور. وهنا انتهت الجوله ديالنا، ان شاء الله غادي ندخل للدار ونوريكم المشتريات. المهم مشينا درنا في داك السونتر كوميرسيال، المهم غنوريكم الشراوط اللي شريت الحوايج. المهم شريت هذا لولدي، هذا التريننغ، هذا كنديري ليه ناقص 50% كما كتشوفوا، من اوكي دي كيدير 20 اورو، خديته ب 10 اورو. وخديت لا فيست اللي غتجي معاه بحالو، هذه كانوا ناقصين لها 30% كدير 25، خديتها ب 17 اورو ونص. هادشي خفيفة زوينة مع سميتو مع التيشيرت، هذا شكلي هاد التيشيرت كيجي بحال هاد الشكل. ديري لي ب 9 ديال الاورو ونقصو 20%، كيجي زوين. عندي واحد لاماتيغ هنايا بحال الجلد. اما هذا اللي شريت لولدي، ولدي تنشري ليه من بلاصة اخرين ماشي من هنايا. شتي هاد التريننغ كيجي زوين خفيف زوين. فوالا فوالا، انا خديت هاد التين هذا. هنا كاين شي حوايج اللي كنت ديجا شريتهم هادي شي شهر مع دابا خديتهم، وكلهم هما كتشوفوا الماركه ديال الكاميو، وشريتهم رخاص رخاص جدا. بحال الجين هذا ما كانش عندي بحال هذا اللون هذا، وهذا السروال هذا صيفي وجميل جدا في اللبسه ديالته، كتحس راسك مرتاحه. هذا خصوصا تلبسيه اغلبيه كنبان ملي كنكون مسافره ولا شي حاجه، كتلبسي هذا الشكل ديال السروال هذا كتحس راسك مرتاحه فيه. تنشوف شنو غادي نلبس معاه الفوق، مازال ما عرفتش شنو غنلبس معاه الفوق. وخديت هاد الجين القهوي او الماعون، هذا توا ما عنديش هاد اللون في الجينات. هادو كيما قلت لكم كلهم ماركه ديال كامايو، تا هو اللون ديالو تا هو لا باس به. وخديت هاد بحال التيشيرت هذا، داير ليه ناقص 50%، فيه بحال الشبكه تما في ديك الزواقه هذيك بحال الدونتيلا في البلو مارين. هذا تاو يجي مع الجين يجي زوين. هذا طاي اس. وخديت هاد الجين، خديت شي لوان قال لي اللون اللي ما عنديش خديته، هذا اللون اخضر فونسي. توا ما عنديش هاد اللون هذا، قلت نبدل اللون شي شويه. وخديت هاد التريكو ديال المقطن هذا ديال الربيع. وخديت هاد اللون هذا، توا ما عنديش هاد الالوان هادو بحال اللون الخضر هذا، كيبان عريض ولكن هو طاي اس. ما لقيتش اكس اس لو كان خديته، هذا بليا عريض هذا بزاف، ولكن مزيان صافا عجبتني ديك الزواقه اللي فيه في الكتاف. هذا قدر يجي مع داك التين نيت الخضر لي فونسي، ولا يجي مع شي تين يعني اي تين يجي معاه. هذا اللون تاو ما عنديش، هاد الموف هذا تاو عجبني خديته. وهذا خديته ولكن هذا صافي سال وقته، المهم غادي نخليه حتى السنه الجايه ان شاء الله لحيان الله. هذاك كل غولي. وهذا البلوز هذه في اللون الاخضر حتى هي ما عنديش هذا اللون ابدا، ما كانشيش انا الالوان بزاف، هذا ما كانش عندي كاع. يلا خديته. وخديت هذا الجيلي هذا، كيبان لكم في شي شكل ولكن في اللون فيه الذهبيين، كيجي مع شي سروال كلاسيك في الكحال ولا كتلبسيه في شي سهرات ولا شي خرجه كيجي زوين. وخديت هاد الصايه هادي طويله كما كتشوفوا، ما عنديش انا صايه طوال بحال هاد الشكل هذا،
قلت باش نقتل ما بين الشراء ونلبسو شي مرة صايب على كطويلة في هذوك الفتحات من الجلد في هذاك اللاستيك من هنا. يعني هادو هما المشتريات اللي خديت، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. وكنقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.